السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي اليوم، مرحبا بكم في قناة ديال عبدو مارتيل. كما كتشوفوا معنا جاوب جديد بهذا الفيديو من المشروع جورات البحر. ايوا الخوت، حنا كنصوروا لكم لقطه بلقطه وكل شيء، تفرجوا كل شيء، استفاد معنا في الفيديو. شتي الخوت، حنا طلعنا للعماره، خاصكم لكم الضروري نصور لكم كل شيء في لقطه. ايوا خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. كان اخوكم عبدو مارتيل من المشروع جورات البحر. ايوا الخوت، هانتوما هنا البارتمان نمرة 10 نمرة 9. ايوا هانتوما هنا الخوت، واعرين الخوت، هانتوما هنا كيما كتشوفو معانا الصباغة الماضية، يعني البيبان ديال الحديد كيديروهم تما على حساب باش الحماية فيه شوية، باش الباب ديال العود كيكون شوية ناقص. الباب ديال الحديد توا هنا زوين كيما كتشوفو معانا. ايوا الخوت، كيما كتشوفو معانا البريطمات ناضين، هانتوما هنا الخوت. شتو الخوت، هاد اللعيبات ديال الورد ناضين الخوت، هانتوما هنا. صورك ما التويجيه تا هي تعجبكم، والله الا عجبتني بزاف هادي. معلقينا في هنا على برا في الكولوار، زوين الخوت والله العظيم. شتو اي حاجه كنبارطاجيها معكم من المشروع ديال جورات البحر. شتو الخوت، هانتوما هنا، حنا خرجنا لبرا كنصور لكم لقطه بلقطه. هانتوما الجريده كديره، انتوما كتقولوا لنا صورنا خويا عبد المارتي لداخل، حنا تنصوروا لكم وكلشي يستافد معنا. وكنشكركم الناس اللي كيتابعوا قناه ديال عبد المارتي، والناس اللي اشتركوا معنا جداد، تبارك الله عليكم، كنشكركم. والله يحفظكم، الله ينوركم، الله يخليكم لينا. وديما الجديد واللي اول مره غادي يدخل القناه يشترك معنا. ايوا الخوت، باش نبقى نوصل لكم كل جديد، تبارك البوطونه الحمراء، تبع الجرس، دير معاك شي لايك، عجبك فيديو دير كومونتير. ايوا تبارك الله عليكم، خوكم عبد المارتيل. اي لعيبه يبارطاجيها معاكم الخوت، هانتوما هنا الكارت كور، هانتوما هنا الصباغه، يعني اي حاجه هنايا كما كتشوفوا معنا. هذا المشروع الخوت دخلت ليه، كلهم هاد البراطم هادو مبيوعين، هاد حاجه ما كاينه الخوت هنايا، راه كلهم مبيوعين. سولت مزيان جبد المعلومة صحيحة. الناس كيقول لنا اخويا عبد، خويا عبد المارتيل، واش باقا شي حاجة تمانية هنايا؟ راه ما بقاش الخوت. شوف الخوت، انا نحاول نجيب لكم الدوار خفيفة. الناس كاين الناس اللي بغا يستافدوا لداخل، بغا يشوفوا غير الديزاين كيفاش كاين، الجريدات كيدير كيفاش، يعني السكر الاقتصادي ديالنا ديال جوهرات البحر كدير. ها انتم ملي وريناكم المعلومة كدير، ها انتم ملي شوف الشوارع ديالها كديرين، يعني واعرين الخوت. ها انتم ملي شوف، ايوا شتو الخوت، هذا مسجد زوين الخوت. شوف هانتوما يتهنا، صورت لكم بارطاجي معكم حتى المسجد تا هو زوين، راه تما خدامين فيه تيقادوه كيقادوه كيما كتشوفوا معنا. ضربوا ليه داك يولي زلي نقش البلدي، واعر المسجد هذا. شوف شتو معنا الخوت، تا هو ناضي، حنا صورنا لكم من برا شويه باش كلشي يستافد معنا في المشروع ديال جوهره البحر. هانتوما يا الخوت، هنايا الغاز وصيبوه، والجهة الأخرى راها مازالة خوتها. هانتوما هي الشبكة، الكارد كور، يعني أي حاجة نبارطاجيوها معاكم الخوت. إيوا خليكم على الفيديو. Thank you.
ايوا الخوت احنا وصلنا هنايا كنوريكم هنايا الكاياس فين كيتصايب هنايا هادي ديال البيطون ملي كتخوي التراكس كتخوي الكاياس باش كيعاود يتخلط وكيجي الكاميون كيتشارجا وعاد كيمشي كيدخل الشانطي عاد كيخويو باش كيعمر السواري سمعتوا الخوت ايوا الخوت عندكم هنايا هادو تما راه مطاريان ديال الكروات هنا كيديروا الكروات ديال الشانطي كيركبوا على هاد الرويد هادو تيعاودوا يتجروا هنا الى يحولوا شي شانطي اخر سمعتوا الخوت ايوا الخوت هنا كنبارطاجيو معكم اي حاجه ايوا كنتي تستافد معنا في الفيديو ايوا خليكم على الفيديو ايوا الخوت انا هبطوكم لتحت نجيبو بكم دويره جيت البحر باش كلشي يستافد معنا بفيديو مرحبا بكم في القناه ديال عبد المارتيل مع اجواء البحر ايوا الخوت حنا كما كتشوفوا معنا البحر زوين واجواء زوينه يعني حاولنا نبارطاجيو معكم اي لقطه كتعرفوا اخوكم عبد المارتيل يعني اي حاجه بارطاجيها معكم يعني الفيديو بدون مونتاج ماشي استفاد معنا ايوا تبارك الله عليكم وخليكم مع الفيديو ما بنيش هادشي هذا كما كتشوفوا معنا هادشي هذا يلا كيفصلوا فيه ايوا الخوت الناس اللي كيسولوا على المشروع ديال جوهرات البحر راه الناس باقي كتبني هنايا الخوت هنايا مشروع مازال مستمر في الاشغال ديالو ايوا الخوت اللي بغى يجينا يتوكل على الله هادشي اللي كاين ايوا كما كتشوفوا معنا هذا هو الاخر ديال المشروع الناس راهم خدامين هنايا في الخدامين ايوا حنايا ربطنا هنايا كيما تكون هذا هو الاخر ديال المشروع باش الخوت مازال كيزيدونا شي حاجه ايوا الخوت كما كتشوفوا معنا الحد هذا هو ديال المشروع تبارك الله عليكم جبنا جوله خفيفه ظريفه هنايا كما كتشوفوا معنا درنا البحر ايوا تبارك الله عليكم كان اخوكم عبد المارتين من مشروع جوهرات البحر يلاه والسلام عليكم